قوية جدا يصعب التحكم فيها. الآن طاقة النيران قوتي جنوبي أو شمالي تاع الولاية. ذكر رانا في وسط مدينة غولايا مع كل هذه الإمكانيات ما قدرش يتحكموا في النيران هذه. الله أكبر الله أكبر. تريسيتي بالك وبيكاف بيكاف بالك بالك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اضرب 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 اضرب. زيد زيد اروح منه اروح 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 بعيد اروح. بلا قلا بلا قلا يطيح. شدوه شدوه اضرب. فارير فارير هيا روح لاريه روح موراه روح موراه. فار 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 فار. الله اكبر. اخو سمعوا عون الحمايه المدنيه يكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كانت يور من نروح من نروح. الله اكبر الله اكبر. اخي تكون باتريسيتي الان بسبب النيران هذه لي كاب راه بدات تخف. الله اكبر الله اكبر. انا في وسط المدينه. الله اكبر النار راهي شعلت تحت البومبر كاره رايحه. يا رب خفف علينا الريح يا رب حبس هذا الريح. دابا المكان كاين سكنات لان جهود يطفوا هذا المكان لانه كاين سكنات بزاف هنايا. بالعقل جماعه خليهم يخدموا بالعقل. الناس بعتوا من النار بعد بعد. الله اكبر. شوفوا الحمايه راهي تواصل الكوتي هذا لي بومبي به راهم يكافحوا من هذه الجهه به النار ما تجيش هذا الكوتي. راهم يكافحوا الشعب راه دائما واقف دائما بزاف. نهضروا على يرمون في الماء هما اللي يرمون في الماء الحقيقه. الشعب كاع الشعب وقت نطفوا النار خويا وقت نطفوا النار باش نقولوا شكون اللي يطفي وقت نطفوا النار. بالك طيح هات يدك هات. واش بيك شيخ واش بيك؟ حد ريفا طاير روح قول له ريفا طاير قول له تعيش ريفا طاير كوبيا يعطيك ريفا طاير. ولي اللور كامي ولي اللور. شوفوا عون الحماية المدنية في وسط النيران. الله اكبر. هاي اشتعل برك وش يحبسها وش يحبسها يا رب. التالي يحبسها يا رب
الحماية المدنية والشعب راهم هنا يحاولوا يطفوها. الله أكبر. يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ريح قوية الآن، قوية قوية الآن. ولي ولي هاني رايح هاني رايح هاني رايح مالش مالش الريح راه يزيد السرعة تاعها. الآن تحت الكامرة في وسط مدينة غوريا الحماية المدنية وكل المديريات هنا من سيال ليبيك مدينة الشارع العمومية مدينة الموارد المائية. صراحة ما كنا نسيناهم، راه فعلا نفتكر الجهود وكذلك البلديات والمواطنين لتصدي لهذه النيران. راهي في كل مكان، في قرى ودواوير بلدية غوريا في الجبل، راهي شاعلة في المدينة شاعلة. ما خلى الوالية تيبازا والسيدة لبيبة ويناز مباركي تنقل إلى مدينة غوريا. راهي متواجدة الآن في مقر الدائرة تترأس عملية أو خلية الأزمة للإشراف الشخصي، هي راهي تشرف عليه لعملية قلنا راهي تشرف على عملية التصدي للنيران. دارت بلون ساك، طبقت المخطط خاص واستعجالي في مثل هذه الحالات، هي حالات الكوارث الطبيعية. طبقت المخطط التصدي في حالة ما يكون كارثة طبيعية. الآن راهي وجهت كل إمكانيات الولاية، ماشي إمكانيات المنطقة، كل إمكانيات الولاية قامت الوالية بتوجيهها إلى عين المكان. كل هنا موجودين مصالح الأمن، درك وطني مشكورين، كذلك راهم متواجدين في القرى ودواوير اللي مشتعلة فيها النيران، وكذلك الشرطة متواجدة الآن. جبار محافظة الغابات ما ننساوهمش، كذلك محافظة الغابات اللي راهم معاهم موجودين كذلك. مجهودات جبارة جدا جدا جدا. الآن أشوفوا الكل يجري، الكل يعمل، الكل يقوم بواجبه من أجل التصدي لهذه النيران. الآن الإشكال
بعد عمليه الاطفاء تعرفوا كيكون الماء مع النار هو عمليه الدخان، لانه المنطقه راهي الان دخان كثيف جدا، صعوبه التنفس. نيابه الواليه امرت المدير الصحه بوضع مخطط استعجالي من اجل التكفل بالعائلات اللي تصاب بالاختناق تاع الدخان، خاصه الاطفال. روح امام شاحنه تاع صيال اللي تساعد كذلك في الاطفاء. نحن الان في وسط الوادي في القنطره هذه تاع وسط مدينه قوريا، نعطيكم الوضع الحالي كيفاش راه المكان. هذا في الجهه الشماليه، الان نروحوا الجهه الجنوبيه، الجهه الكوتيلة. بابا جمره في عيني ديريكت. الان رانا في الجهه الجهه الجنوبيه تاع الواد في وسط مدينه قوريا. صعوبه في التنفس، سمحوا لي خوتي ما نقدرش نواصل بالطاقه. كل يساعد. Come on,